جدل حسيب عباقة برا. حاسب أحبه غير الريح يجيب الماء، وإذا غاب الريح قب سكانه. مقولة مشهورة هنا في هذه المدينة، والتي ارتبطت بهذه الطحونة، أو كما تسمى محليا الريش، التي أصبحت معلما تاريخيا في هذه المنطقة. على كل حال، تاريخ الريشة قديم، وكان حاسيتا من وقت الاستعمار، وكان انتك عارف الناس تسقي منه، والناس تشرب منه، والناس فهمت. في هذه الريش روايات وحكايات كثيرة. فهنا كان أول بئر يروي عطش سكان حاسي بحبح إبان الحقبة الاستعمارية، وتجسد معاناة السكان مع رحلة البحث عن الماء، لتتحول بعدها لأحد الشواهد التاريخية. والشجرات هذون بناهم عام 48، هذه الشجرات عام 48 خدموا الشجرات هذوك. سمعت؟ ايه. وكان الحاسي هذا راه حاسي هنا، سمعت؟ كان تتورد قاع منه الناس. هنا القطر هذا يروى منه. هذا المعلم التاريخي يحتاج لمن يحافظ عليه، لأنه إرث ثقافي لمنطقة حاسي بحبح. أنا من حد سحاري نجي نزوروها، كل ولايات راه نشوفوا تلاقوا بي. هذا معلم تاريخي تاع حاسي بحبح هذا السما. يا نشوفوا نريحوا ونرتاحوا فيها. ماذا بهم هنا يزيدوا يديروا لنا فيها شوي ترميم يرجلوها لنا السلطات هذه. والله هذه اللي نحوسوا عليها. راها رمز السما، رمز الولاية ذاني. أصبحت هذه الطحونة أو الريش مكانا مفضلا لسكان حاسي بحبح وحتى من خارجها، لأنها تروي تاريخ المنطقة. ولا تزال هذه الطحونة صامدة رغم تعاقب السنين عليها.